يوم دام آخر، وإن كان يمر بشكل أقسى على رؤوس السوريين، بعد أن جن جنون النظام ليأخذ ثأر مصطفى بدر الدين منهم. فمنذ إعلان خبر مقتله أخذ الأسد وحلفاؤه قصفا لأماكن تعج بالمدنيين. ففي إدلب قتل 12 شخصا جراء غارات جوية استهدفت قرية الكندة ومحيط الناجية ومرعند غرب مدينة جسر الشغور في ريف إدلب الغربي. وفي حمص قتل شخص وأصيب آخرون في قصف شنته طائرات روسية على مدينة تلبيسة بالريف الشمالي لحمص، بالتزامن مع قصف مدفعي من طرف قوات النظام استهدف قرية الزعفرانة. قصفت قوات النظام أيضا مدينة دارية ومناطق أخرى بالغوطتين الشرقية والغربية. أما حلب فنالت نصيبها أيضا، حيث شنت 23 طائرة حربية روسية أكثر من 50 غارة على مناطق عدة في المدينة منذ منتصف الليلة الماضية. هجمات النظام المكثفة قابلتها المعارضة بالصمود، فصدت هجوما بريا لقوات الأسد من جهة طريق دمشق حمص الدولي على أطراف دوما بغوطة دمشق الشرقية. كما قالت المعارضة أنها قتلت جنودا من النظام خلال صد الهجوم. كما أعلنت المعارضة في نفس السياق أنها تصدت لمحاولات قوات النظام السيطرة على مخيم حندرات وحي الراشدين بأطراف مدينة حلب، واستعادت السيطرة عليها بشكل كامل، مؤكدة على هشاشة النظام أمام العمليات النوعية التي تقوم بها المعارضة المسلحة.